والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن جزيئات الحياة. في اكتشاف جديد تبين للعلماء وجود جزيئات الحياة، مكونات أساسية للشريط الوراثي في الخلية DNA. هذه الجزيئات تنتشر وتتوزع بين النجوم، وقد عثر عليها العلماء بعد التقاط الموجات الراديوية بمركز مجرتنا. وبعد دراسة هذه الموجات تأكد الباحثون أن بذور الحياة مبثوثة في الكون بشكل مذهل. صراحة ما نقول سبحان الله. الحقيقة العلمية تؤكد وجود حياة في السماء بين الكواكب والنجوم، والله تعالى أشار إلى هذه الحقيقة. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ومن آيات خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذ يشاء قدير. سورة الشورى آية 29. ويبقى السؤال لكل من يشك بهذا القرآن: كيف علم النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بوجود حياة تنتشر في هذا الكون؟ والله أعلم.